السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تعب 3 ساعات وصلنا إلى هذا الموقع زهور ولا أجمل. ما شاء الله تبارك الله، الماء كما ترون هنا ماء صافي جدا، وأشجار الحبق في كل مكان، حتى الضفادع. انظروا لجمال الضفادع، هذا ضفدع شوفونه مندس، وما شاء الله هذا الحبق ما شاء الله تبارك الله، شوف طوله جميل جدا، في جبال عسير، ويا سلام شيء عجيب. أنا المشوار ذا كله والتعب ذا كله يعني آلمتني هذه. يعني حقيقة أبي أوريكم شيء واحد بس، اللي هو نبات الضرم. شايفين الماء يجري من تحت هذه الأشجار، له خرير بس ما ينسمع. وهذا اللي تشوفونه كله بالزهر ذا حبق، وهذه شوكة الجمل. الجميل في هذا كله النحل طبعا ما شاء الله تبارك الله على شوكة الجمل بشكل عجيب جدا. ما أنا ما أدري كيف أصوره لكم من الهواء، لكن تقريبا في شوك، لكن هذا النحل شايفينه ما شاء الله تبارك الله على شوكة الجمل. أنا في أعالي جبال عسير، في أعلى جبال عسير، ما ودي أنا المقطع يطول، لكن أنا أسير في جمال وفي جو بارد عجيب كله، حتى صور لكم نبات الضرم. بعد 3 ساعات وجدت نبات الضرم في مكان، نلحق حتى لا يطول المقطع. هذا نبات الضرم، يا سلام هذا نبات الضرم. نبات الضرم ينتج منها عسل يصل إلى 900 ريال تقريبا، متبلور مائل إلى الصفرة. ونبات الضرم ليس أكليل الجبل أو الروزماري، وإنما هو من اللافندر، من أنواع اللافندر. ريحته عجيبة مقاربة للفكس من المعطر. المهم أنها لو وضعت على اللبن جمل الطعم اللبن. تحياتي لكم، أخوكم سعيد سهمي.